السلام عليكم أجمل متابعين، يا رب تكونوا بخير. هقدم لكم النهاردة فكرتين أجمل من بعض. وأول فكرة معانا هي المبخرة القمر دي، وكمان المبخرة العود، بجد شكلهم تحفة زي ما انتوا شايفين. والقطعة اللي فيها الأعواد دي ممكن نستخدمها زي كده، يبقى شكلها تحفة برضو. والحاجات الجميلة دي عملتها من خامات بسيطة وطريقة سهلة جدا، ويلا بينا نشوف الفيديو. هحضر معايا علبة زي دي كده، وهجيب إزازة بلاستيك وهقص الجزء اللي فوق، وفتحة الجزء البلاستيك لازم تكون على مقاس فتحة العلبة. وهستخدم معايا برضو القطعة دي بتاعت الستاير، هفتحها نصين بالشكل ده. وبعد كده هجيب الجزء البلاستيك من الإزازة، هعمل فتحة من فوق كده، بس لازم تكون على مقاس القطعة الذهب اللي قدامكم دي. وهلزق القطعتين دول في بعض كويس، علشان هتكون دي الفورمة بتاعتي أو القالب اللي هصب فيه الجبس. هجيب حاجة زي الغطا ده وهثبت عليه القطعة بتاعتي كويس. هحضر كوباية من الجبس وهزود مية واحدة واحدة لحد القوام ما يكون شبه سايل معايا. وقبل ما اعجن الجبس لازم اكون محضرة كل حاجة علشان بينشف بسرعة. بعد كده هبدأ اصب الجبس في القوالب اللي موجودة معايا، وهجيب حاجة زي كده وهثبتها في النص بالظبط علشان اعمل تجويف للقالب. وعلشان اجهز قطع المبخرة العود هجيب ازاز زي دي كده وهقصها من الجزء اللي فوق. وبعد ما خلصت خالص سبتهم في حدود يوم علشان ينشفوا كويس، وده شكلهم بعد ما نشفوا. بعد كده هفك القالب وهشيل اللزق وكمان الجزء البلاستيك. هبدأ اظبط حواف القالب اللي معايا، هجيب صنفرة زي كده او ممكن استخدم آلة حادة لو مش متوفر عندي الصنفرة. وكده ظبطت كل الاشكال اللي معايا، هبدأ اعمل علامات كده على الغطا علشان اعمل مكانها فتحات. وهجيب اي حاجة سنها مدبب وهبدأ اعمل فتحات مكان العلامة اللي عملتها. الخطوة اللي بعد كده هي الدهان، هجيب لزق زي ده وهلزقه على الجزء الأصفر علشان طبعا لما ارش الدهان ما يجيش عليه. وهرش الشكل اللي معايا بالسبراي الأسود ده، لو مش متوفر عندك ممكن تستخدمي الدهان العادي. ودي القطعة بتاعت المبخرة العود، هجيب برضو حاجة سنها مدبب وهعمل فتحة صغيرة كده في المكان ده، يعني فتحة تناسب حجم العود اللي هتحطيه فيها. وهرش كل القطع دي باللون الابيض، وطبعا هسيبها تنشف. نرجع تاني لتزيين المبخرة دي، وطبعا ده شكلها بعد ما رشتها باللون الاسود. هبدأ اشيل اللزق اللي لزقته. في ملحوظة هنا، لما تيجي ترش الجبس اول مرة هتلاقيه لونه باهت علشان الجبس بيشرب اللون، فلازم ارشه كذا طبقة علشان اللون يظبط معايا. هجيب القطعة التانية بتاعت الستاير دي وهبدأ ألزقها في قاعدة المبخرة من تحت، ممكن تلزقيها باللزق ده او بالشمع عادي. هجيب ستيكر ذهبي وهقص منه شريط بالشكل ده، وهلزقه على الجزء اللي تحت من المبخرة بالشكل ده زي ما انتم شايفين. هجيب شريط ذهبي تاني وهلزقه في الجزء اللي فوق كده، وده الشكل النهائي للمبخرة اللي عملناها. هنبدأ في تزيين المبخرة التانية. بعد القطع دي ما نشفت من اللون الأبيض هجيب لون أسود زي ده كده، وهجيب قطع من منديل ورق وهعمله بشكل عشوائي، وهبدأ اني اطبع اللون الاسود على القطع البيضة اللي موجودة معايا. وزي ما انتم شايفين انا غمست المنديل حاجة خفيفة خالص علشان يطبع لي طبعة خفيفة. ويفضل انك تجربي الطبعة دي على ورقة بيضة علشان تشوفيها هتكون مناسبة بالنسبة لك ولا هتكون تقيلة. وبعد كده تبدأي تطبقيها على الشغل اللي معاكي، هنسيبها تنشف خالص وبعد كده هنكمل تزيين.
بعد كده هقص من الاستيكر الذهبي شرايط زي دي كده وهزين بيها باقي المبخرة، والقطعة التانية لزقت فيها الشريط الذهبي بالشكل ده، وممكن تستخدميها كذا استخدام، هتعمليها مبخرة زي كده او ممكن تعمليها كديكور زي كده. ودي كانت افكاري النهاردة، يا رب تكون عجبتكم، وياريت تدعميني بلايك وشير وكومنت جميل زيك، واشوفكم الفيديو الجاي على خير.